الآن شيخ نتكلم عن شيخكم الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، كيف أثر فيك؟ كيف وجدت الشيخ؟ الترحيب هذا، البيوت المفتوحة يا شيخ، بيوت المشايخ سبحان الله كانت في هذا الزمن يعني سبحان الله. نعم، وكان في باب الكومة. نعم، فمن تأثير الشيخ فيا أولا في العقيدة. ما شاء الله. وكيف ذلك، أو كيف حصل هذا؟ لأن شيخي في مالي زكاه. نعم. وكان شيخي أشعريا ودرس الأشعرية عليه، وهو أي شيخي قد زكى الأمين. فلما جيت وجدت الأمين الذي زكاه شيخي يرد على العقيدة الأشعري، أو إذا جاءت مناسبة في الكلام على العقيدة في مسألة كذا فيبين الصواب ما شاء الله على ما عليه أهل السنة والجماعة، على ما عليه السلف. نعم. في الاعتقاد. وعلى هذا فالشيخ، فقلت في نفسي لما وجدت الشيخ الأمين له تصحيح أو ردود على هذه المسائل العقدية الأشعرية، فهذا دفعني دفعا إلى أن أنتبه للشيخ الأمين وأن أتمسك بالعقيدة السنية التي يشرحها عندما تأتي مناسبة لنقد العقيدة الأشعرية. فقلت إذن، فهو شيخي كان أشعريا والذي ذكاه شيخي الأمين ليس بأشعري، إذن فهذا دفعني إلى التمسك بعقيدة أهل السنة والجماعة عن طريق الأمين، لأنه كان يبينه أيضا. نعم. رأيته. فهذا والله أثر في كثيرا، ولأني عرفت العقيدة الأشعرية، فكان الشيخ إذا جاءت مناسبة ويتكلم على هذه المسائل العقدية أجد وضوحا، يعني أعرفها من أول، أعرفها من أول، وأعرف رد الشيخ عليها، على هذه المسائل العقدية. وعندك مكتوب بخط اليد. نعم، موجود. نعم. مكتوب. نعم. اللي هو شيخنا، ما هو الدليل القائد، اول كتاب لكشف. أيوة. كان للشيخ في مالك. نعم. كتبه لكشف. ايوه. نعم. قراءته هو هذا. نعم. من ارشاداتي لي. نعم. رحمه الله. لكن هو الرجل هذا الشيخ في مالي من جهتي او ذك ما فيه من فضيله او ما فيه من صفه جيده، انه لم يكن متعصبا تعصبا شديدا، لم يكن متعصبا، لكن هو ما وجده هنالك ولم يخرج حتى الحج ما حج. سبحان لكن من توفيق الله له أنه حصل على هذا العلم، وشيخه كان صاحب علم أيضا كذلك، صاحب علم، هم من الأفذاذ الفضلاء من علماء تلك البلاد، وأيضا كذلك كان صاحب علم. ولهذا يا شيخ يستوجب على الطلاب الآن أن ينشروا عقيدة السلف يا شيخ. نعم نعم. إيه نعم نعم. إلى أنهم كانوا أشاعرة. نعم. أشاعرة. لأنه هو ما خرج، قصدي المقصود أنه ما شيخ في مالي ما خرج. ولم تصل إليه هذه الآثار. إيه. الكتب. صحيح. الكتب. ولذلك سبحان الله وصلته فتوى واحدة. شو انظر هذا. وقبل هذه الفتوى. كم وصلته العقيدة. ولذلك أخيرا لما وصلت إلى هنا أخيرا قبل أن يتوفى، لأنه توفي عام 1399. فقبل أن يتوفى كان يراسلني. سبحان الله. وكان يقول في بعض رسائله، لولا الوقت أريكم خطه وبعض رسائله. نعم. يقول لي أرسل إلي ما تجده من الكتب الجيدة التي لا توجد عندنا. شوف شوف إلى أخلاقه. نعم. دليل إنصاف هذا. نعم. فإذا لما قال لي هذا وأنا أعرف جيدا من الكتب التي بعثته أو بعثتها إليه، كتاب المستدرك للحاكم، ومنها وهو محل الشاهد أو محل النظر في أمره أو مما يدل على إنصافه، عمدت إلى كتاب اسمه موافقة الصحيح المنقول لصريح المعقول
الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا في أصول العقائد وهذه وهكذا. ما شاء الله. فبعثته إليه. يا سلام. ما شاء الله. بعثته إليه. فكان هذا الكتاب آخر كتاب كان يقرأ فيه كثيرا، كما قال لأولاده حتى مات. سبحان الله. لا إله إلا الله. مع أنه تأثر به. مع سبحان الله، هذا الكتاب من ذهب بهذا الكتاب إليه؟ أحد الحجاج جاء من مالي وعرفته، فلما اتصلت به وكنت أريد أن أرسل هذا الكتب إليه، فقلت له عندي كتاب أريد أن أرسله إلى شيخي، لكنه كتاب لا يوجد عندنا. هكذا أنا قلت في ذلك الوقت له. فلما قلت هو كتاب لا يوجد عندي، لا يوجد عنده أو عندكم في البلاد هنالك، فكأني فعلت أو أتيت ما لا يجوز أن أتيه. فقال فسكت في اليوم الأول، سكت، وفي اليوم الثاني فقال لا بس تعال به، لكن ما كان ارتضى هذا الكلام مني، كيف كتاب ما يوجد عندنا. نعم. هنالك. فلما جيت اليوم الثاني لأعطيه الكتاب، قال لي أو قال لي مضيفه، كان نازلا الشخص، قال له صاحبك هذا أنت تعرفه، قال لي سيأتيني بكتاب أذهب به وأعطيه لشيخي بمالي، والكتاب الذي لا يوجد عندنا أنا لا أذهب به. سبحان الله. يعني قصده يخالف عقيدتنا؟ هو هذا. لأنهم يقولون هنا بلاد الوهابية. أيوه. هذه شيء فكرة عندهم. سبحان الله العظيم. شيء فارغ جدا. هذه الفكرة عندهم. أيوه. وكيف أخذوا شيخنا؟ هو كان أمينا والله. قبل مني في من أول وهلة، لما ذكرت له هذا الكلام استساغه، لكن ما ظهر لي عدم رضاه به. أيوه. لكن قال لي صائل مضيفه، أنا قبلت، أنا قلت أذهب به، وإلى الكتب والكتاب اللي لا يوجد إلا ما أذهب به. أيوه. فأخذوا فيلا وذهب وأعطاه لي. ما شاء الله. ما شاء الله. لأنه كان يكرهه، يكره الكتاب ولا يعرفه. هذا يكرهه ولا يعرفه شيخنا، هذا العداوة التي من المخالف دون أن يعرفك، وهذا يدل على أنه ما عنده معقول. لا إله إلا الله. ما يتصرف حاله. الله المستعان. يعني من جهل شيئا عادة يحارب شيئا لا يعرف ما فيه. لا يعرفه. لو أنت قطعت الغلاف يا شيخنا وأعطيته، قلت له هذا الشيخ للمالكية، قال والله كلام ممتاز. إذا كان غير